عندهم كل الأقسام، عندهم قسم المنزلي، في أشياء وايد حلوة وفناتك غريبة. شوفوا شلون منظم، الاكسسوارات، الملابس، الشموع، كل شيء عندهم. شوفوا الريش حق الأشياء حق رمضان، احتفالات رمضانية، كل الأشياء الفناتك موجودة عندهم. أما قسم التجميل، للأمانة بنات أنا استخدمت فونديشن مالهم وايد حلو، فول كفر ومات، وايد حلو، عندهم كل الألوان. طبعا عندهم قسم كامل، الرموش، الماسكات، الفرش. أنا للأمانة جربت الشادو وايد حلو، جربت الفونديشن حلو، فرشهم حلوة، البيوتي البلندر عندهم وايد ينن. فناتك عندهم وايد البلشر همن ين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.